السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الحاج ياسين مصطفى الحاج الكائن في مخيم نهر البارد طرابلس. اليوم هو الأحد الموافق 5 كانون الأول لعام 2010، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عن فلسطين في الذاكرة palestine.com. يجري هذه المقابلة ركان محمود. أسئلة هذه المقابلة عمي الحاج تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف إلى تكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي قرية قبل النكبة، أما القسم الثاني فيهدف إلى نقل صورة عن معاناة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة الأليم وانتهاءا برحلة اللجوء والشتات. عمي تعطينا اسمك الكامل مرة ثانية. حاج ياسين الحاج ياسين مصطفى الحاج محمد. الحاج ياسين مصطفى الحاج محمد. الله يحييك يا حاج. مواليد أي سنة حضرتك؟ 1924. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يا حاج. طيب مواليد كفر عنان ولا وين يا حاج؟ كفر عنان. طيب والدك شو اسم والدك الكامل يا حجي؟ اسم والدك الكامل؟ مصطفى الحاج. مصطفى ايش الحاج؟ حاج محمد. مصطفى الحاج محمد الحاج. اه. عليه رحمة الله يا حجي. واسم والدتك يا حجي؟ آمنة آمنة عمر الشحادة. اها. بلشنا نخربط هيك يا زلمة. لا عمر الشحادة. ليش تطلع على الحاج ركان؟ بضحك عشان ما تضحك. أمني عوض إشحادي. الله يرحمها يا حجي. طيب حجي توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك وبخاطرك؟ بإيش؟ توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك وبخاطرك يا حجي؟ حسب اللي مطلوب فيه شخص من حكايتك ما بنقدر نفشله ونحكي له ما بنعرف الشيء اللي بنعرفه. بارك الله فيك يا حجي. حجي انت بلدك او قريتك اسمها كفر عنان. نعم. عندك معلومات ليش سموها كفر عنان؟ اخلقت لقيت هذا الاسم. ما بعرف. طيب حجي عدد سكان كفر عنان عام النكبة تقريبا؟ بلد صغير. نعم. بدك بحسبها الواحد بالبيت بحسب مش كبار مش كبار. يعني سكانها بيجوا 200-300-400 أنا سمع. يعني من 500 ونزول. 500 ونزول. تقريبا يعني من 500 يعني مش ما بيجوش 1000. كل البلد بيجيش 1000 نفس. طيب عمي لأي مدينة كانت تتبع ما قريتك؟ عكا. عكا. كم كيلو بعيد عنكم عكا يا حاج؟ 30-35 كيلو متر. بأي اتجاه حجي؟ للبحر. يعني للغرب قصدك. طيب حجي اذا بدك توصف لنا كفر عنان طبوغرافيا تضاريس يعني تقدر توصف لنا اياها لكفر عنان؟ سطح جبل. نعم. وعمر قديم عمر جديد ما فيه كله عمار قديم يعني حجار مش حجار بطون دبش احجار من الصخور. نعم. ايوه. وبيوت يعني وبزين كل عادي مثل ما في زين كلنا وفي شيء هيك. طيب حجي هي جايه سفح جبل؟ اه صبحه من الجبل. يعني مش كل جبل عالي هيك هي من جاي من جنبه من هون. هيك. طيب هي من سفحه الجبل الغربيه ولا الشرقيه يعني؟ هي من شرق. من شرق. طيب هذا الجبل وعر وصعب ولا سهل؟ لا 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 مش وعر من كثر الناس عليه. وروحان زي ما في وعر باللان وإشي وبس وهيك يعني. وقريبين على فرادي بيننا وبين فرادي شنو سكيلو متر. نعم. طيب حجي هذا الجبل جبل سعد اسمه. جبل سعد اسمه. طيب عالي ولا علوه بسيط يا حج؟ عالي ومنيح مش عالي يعني. طيب لون الأرض أرض كفر عنان؟ أرض حمراء. حمراء. حجي مساكن او بيوت الناس كانت على سفح الجبل. ايه على سفح الجبل.
طيب عندكم أراضي زراعية غير الجبل حجي؟ كل أرض عمد هنا كل نظر للزراعة. للزراعة؟ إيه. هذه لونها لون الأرض فيها حمراء يا حجي؟ أي نعم حمراء. هذه الأرض وزيتون وزيتون وصبر وتين وعنب. راح نسألك عن الزراعة يا حجي. إيه هاي. طيب الأرض عمي مملوكة كانت للأهالي ولا كانت مملوكة لشخص معين؟ إحنا؟ نعم. بالآخر آه إلنا، بالأول لا. أنتوا اشتريتوها يا حجي؟ ها؟ أنتوا اشتريتوها؟ أي نعم. كيف اشتريتوها يا حجي؟ واحد اسمه كان في تركيا مسؤول كبير أكثر يعني شو دينياته، ولما انكسرت المصلحة ما في طابو للأرض ولا لإشي، إذا طوب البلد كله تعا اسمه فؤاد سعد. نعم. من عكا طوب البلد كلياتها على اسمه، الأرض كلياتها والجبال والأرض كلياتها طوب الأرض على اسمه. وصرنا إحنا يعني عنده بالأجار، مش بالأجار يعني بال مثلا نجي نزرع زرع نطيب الأربعة والخامس إله، يعني مثلا نعطيه مزارعين يعني عرفت كيف يعني مزارعين. نعم. أربعة إنا والخامس إله واحد يعني هيك. الزيتون إله، الزيتون إله. نعم. نضمن الضمانة ونصير يعني احنا نستفيد منه. نعم. هيك بعدين اجى ببيع البلد اشتريناها احنا، يعني اشترينا البلد احنا. انه زلمي هو مش طميع وقال كل واحد يشتري اللي بده قد ما بقدر. قديش احنا صرنا نشتري قد ما بنقدر. جمعت فلوس من بعض يا حجي؟ نعم. جمعت فلوس من بعض ولا كل واحد اشترى؟ لا لا كل اسم باسمه. قديش بدك كذا، قديش بدك كذا، قديش بدك كذا. كان اخوه لجاد اللي بنقول لك عنه، ابوه لجاد عمه هو مسؤول اسمه صالح ابراهيم الطاق، اسمه ابو فتحي بيقولوا له. نعم. هو كان مسؤولين يعني هالبلد اللي كانوا عنده اولاد فؤاد سعيد هن مسؤولين بهذا الشيء. واحنا نقسم الارض، هاي الاسم شو اسمها الاوصره، هاي هم تزور هكذا كل البلد نعمل لها فيها سهم. طيب باي سنه عم اشتريتوا الارض انتم من من ال 45؟ طيب استخلصتوا فلوس من البنك يا حجي؟ في اللي له اسم بالبنك اخر من ما اخذ ما خلص. احمد الشقيري عليه رحمه الله ساعدكم في موضوع الارض حجي؟ احمد الشقيري تبع عكا. نعم. ساعدنا مش بس لحاله، كثير وفي محامية كثير ساعدونا. نعم. في مسيحية كثير ساعدتنا من الرامي ومن عكا ومن منصفات ساعدونا يعني بهالمساعدات، مش بالمالية يعني. معروف حجي معروف. يعني بكرامة باحترام بكل نعم. ميزة. نعم. كل من أخذ اسم له قد ايه تقدر تأخذ يا فلان مثلا 500، هذاك 200، هذا 100، هذا 100، هذا 150. واللي بحب يجي لعنا ويشتري من عنا نقبل كمان يعني من غير بلدنا. نعم. يعني إذا إجا واحد لعنا ومعه مصريات ويدفع ويأخذ مصاري بالأرض نعطيه. طبعاً لما اشتريتوا الأرض من فؤاد سعد اشتريتوها من فؤاد نفسه ولا كان متوفي فؤاد سعد؟ أولاده. طيب أعطوكوا جزء من الأرض مجاناً يا حجي؟ نعم. أعطوكوا جزء من الأرض مجاناً؟ ما هو طبعاً مش هذا شيء قانوناً. نعم. في قانون لهالشيء. مزارع من كذا من 100 سنة من 50 سنة من 70 سنة أو 80 سنة أو 90 سنة مزارعين ولا لا؟ نعم. إلهم المزارع عن بيني. مثلاً إذا كان هاي البلد بنشرب بخمسة بنبنيات ثلاثة. عرف كيف يعني البلد؟ نعم نعم. يعني البلد مش بس ثمنها 48 مليون، هاي يمكن 200 مليون قبل الجماعة بهالمبلغ. طب عمي شو اللي يعني دفعكم لشراء الأرض؟ شو اللي صار يعني؟ شو اللحظة التاريخية اللي صارت؟ ليش فكرتوا تشتروا الأرض في هذا الوقت؟ مين؟
انتوا في كفر عنان صرنا نعرف انه جيراننا مالكي وهذيك مالكي والله المالكين وهذول المالكين كل هالجيران مش حواليها مالكي الرامي مالكي بحدنا نعم فرابي مالكي المغار مالكي العرب العرب اللي برا مالكين احنا ما مش مالكين كنا لما اجى الزلمه قال انا بدي ابيع البلد وانتوا احق الناس اذا كان ب 100 لكم ب 50 واذا ب 50 ب 25 لكم شو بنقول صرنا نبيع شو بيعنا طرش شو بيعنا رزق شو بيعنا كذا طيب بين كل امه ساعدكم حجي نعم بين كل امه لا مساعدة للدفع لا مساعدة كفالة للواحد يكفل ايه كفالة حاجة ويعمل انه منه بخمسين بعشرين ويصير يدفع شهري يعني علي يعني اللي بيكفل من الثاني مثل حكايتك سأنتي نعم وجيت انا بدي اعمل بخمسمية مثلا بدك كفالة انت هاي بس انه هاي صداقة نعم واخوي هيك طيب يا حجي كان في حواليك وديان؟ نعم أودية وديان كيف يعني وادي؟ نعم في وادي سلامي في وادي سلامي في يعني بين الجبال هاي مش أشياء يعني وادي أهمية كبيرة ما يعني ما أغمية كثير طيب كم وادي حوالين القرية يا حجي؟ وشو أسماءها؟ ما في عندنا غير وادي واحد وادي واحد فما بقي جبال حولنا شو اسمه هذا الوادي يا حاج؟ وادي سلامي اسمه من وين جاي هذا الوادي يا حاج؟ هذا جاي من ابلي من غربه من جنوب من الابل من الغرب من البلد نعم طيب هذا الوادي حجي عريض ولا لا لا بين الجبلين ونازل على بلاد ثانية غيرنا كم متر يعني عرضه يا حجي؟ ما في عندنا يعني شيء له أهمية طيب العمق تبع الوادي يا حجي كم عميق يعني؟ هل الجبل أنو جبل من هون بكون أرض أفضل منه هناك بكون أفضل منه طيب جريان المي في هذا الوادي وادي ما في جريان مي عندنا أبدا بالشتاء ما كان؟ بالشتاء بس عظيم بشيء بسيط طيب عليه جسور هذا الوادي يا حجي؟ لا 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 ولا شيء طيب لما كانت يعني كان المي تجري في هذا الوادي بالشتاء كنتوا تقدروا تتجاوزوه ولا صعب؟ جاي من 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 جاي من من السموعي نعم جاي من السموعي من الجبل من هناك والوديا جاي على فرادي من فرادي نازل علينا بقولها الرميلي اسمها جاي من السموعي؟ من السموعي ومن السموعي على فرادي ومن فرادي علينا يعني حجي هيك بكون جاي من الشمال الشرقي مش من الجنوب من الغربي وين؟ إذا من السموعي كون من الشمال الشمال الجنوبي الشمال الشرقي الشمال الشرقي الشرقي أي نعم أي نعم طيب ولوين بروح ولوين بصب يا حج هذا الوادي؟ بيجي على باب بلدنا بضل نازل عوادي سلامي طيب حجي هذا المي هذا الوادي كان يترك قدران خلفه ولا ينشف بسرعة؟ بنشف بش كل الصيف بنشف ما بصير إلا بالشتاء لأنه في نبع من فرابي مي بتيجي إلنا من فرابي مجرى يعني مجرى مي عندنا في هناك بركة كبيرة هيك شوي بتيجي المي فيه مشان نسقي الغنم والبقر نعم. وإحنا بنشرب منها منهم يعني مية فرادي ميتنا سوا طيب حجي المناخ أو جو كفر عنان كيف كان يا حج؟ ممتاز في أحلى من هيك فلو وبعد وأرض هيك وبيوت مفرقة يعني ما بنعرف أنت اللي بتعرف يا حج هيك ما بنقول لك يعني بيوت مفرقة بعيدة عن بعضها وعرايش وعنب وتين وصبر خيرات الله حوالينا الحمد لله وأرض عمد عنا والنهر سهل يعني إشي رايحة وجاي وجبال حوالينا وكل إشي فيه طيب حجي إذا بدنا نعرف حدود القرية شو كان حدكم من الشمال يا حجي؟ من جهة الشمال فرادي فرادي من الشمال مباشرة ولا شمال الشرقي؟ أرض فرادي أرض إلهم أراضي أراضي فرادي إيه.
طيب وغير فرادة من الشمال يا حاج؟ الشمال ما في منه كلها فرادة طول طول لأنها كبيرة. طيب بتيجي كمان من من هاي من هاي الغرب الشمال عين الأسد. نعم. الدروز. وبتيجي من الغرب الرامي. نعم. وبتيجي من الشرق احنا تابعة مين؟ تابعة الشوني. وللإبل المغار. نعم. ايه. في أقرب من المغار عليك يا حاج. ها؟ في قرية أقرب من المغار. وين؟ في قرية إلى الجنوب أقرب شوية من المغار. الشوني؟ لا المنصورة يا حاج. المنصورية، المنصورة تحت المغار. من نعم. هاي تحت المغار. مين أقرب عليكم المنصورة ولا لا؟ المغار أقرب علينا من المنصورة. طيب للغرب عمي الرامة، وشو غير الرامة برضو؟ نعم. شو غير الرامة للغرب؟ الرامي كلها الرامي. بس الرامة من الغرب؟ كلها ما شكلتنا وأكثر منا حد. طيب بعد الرامة يا حاج شو في؟ زايدة عنا يعني. شو في بعد الرامة يا حاجي؟ أني بعد الرامة للغرب شو في قرى؟ منها ولغاد ولا؟ نعم تلانا ولا لغاد؟ لا تلاهم هم يا حاج. في سجور. صحيح. وفي نحف. وفي مزر كروم. تتصل عكا. ممتاز. مين بدك وين تصل؟ وللشرق يا حجي الشونة وغير الشونة شو الشونة في قرى؟ شو في قرى غير الشونة؟ وفي يقوق بيقولوا لها يقوق. وفي سيرين. شو بدك كمان؟ وعكبرة يا حجي. عكبرة بعيدة، عكبرة شمال صبر. وين؟ طيب حجي كان في حواليكم كمبانيات اليهود؟ لا ولا شيء. ابدا ولا واحد له عندنا شيء. ما عندنا. طيب حجي كيف كانت علاقتكم مع اليهود يا حجي بشكل عام؟ ما لناش علاقه مع اليهود ولا نتعامل مع حد. طيب انت اشتغلت في مع الـ مع الـ مع الانجليز. كان في يهود زملاء لك في الشغل؟ لك ايه. طيب كيف كانت علاقتكم؟ شو معنى دركي؟ شو دركي؟ دركي شو قطيع؟ أنا دركي. طيب كيف كانت علاقتكم مع هؤلاء اليهود يا حاج؟ هل علاقة طبيعية ولا علاقة غير طبيعية؟ مين هني اللي بنكون معهم؟ اليهود. اليهود ما بتوظفوش عند بريطانيا إلا لصحابين الرتب عالي. اليهود مع بريطانيا ما بتوظفوا إلا ما يكونوا أصحاب رتب عالي. يعني قنباشي بيقبلوش، شويش بيقبلوش. طيب يا حاج. ضابط أول، ضابط ثاني أو اللي هو. حاجي. أو عنده مكتب بالمكتب بيكون كاتب أو أعلى أو إشراء أو زي. وبيضحكوا علينا ليش إحنا حتى من معاش بست ليرات وثمان ليرات. معاش يعني. اليهود بيضحكوا علينا يعني. طيب يا حجي كيف كانت علاقة العرب باليهود؟ ممتاز ما في شيء. ما في مشاكل. لا انتوا بتعتدوا. بعدين اليهود بيسترجوش يحكوا معنا يعني. نعم. يعني وين ما كان نقتلهم ما يقولوش لا ولا يسترجوا يقولوا اه. طيب حجي كيف اشكالهم اليهود اللي انت كنت تشوفهم؟ نعم. اليهود. اليهود كيف يعني؟ اشكالهم شرقية زينا ولا غربية؟ لا عادي زينا، ولا بتعرفوا لولا ما بيحكي ما بتعرفوا. لولا ما بيحكي ما بتعرفوا. بس زنجيل بالمشتر يعني بالأرض بالأملاك. نعم. إيه. طيب شو كانت أشغالهم حجي وأعمالهم اليهود؟ بالبرتقال والليمون وكل إشي كل إشي كل. اليهود. آه في أغلب منهم بالزريعة بالشجر. بس الزيتون والتين لا والرمان. طيب حجي كنتوا تنظرون نظرة احترام ولا نظرة احتقار لا سمح الله؟ والله حسب الوضع. يعني كل عمود جنب بيكون هو شخصيته. لا انا قصدي انه شخصيته لما بنقول الخواجه فلان
انه لما عنده بشوف عنده بيارة عمد عينك والنظر له مثلا ها، وبنيجي ناخذ منه برتقان او ليمون او جريفت او يعني اشياء من الشكل، في فرق. نعم. ولين بكونوا مثل مثلهن، لا مثل ما احنا مثلنا هن، يعني فيه نقيين، نقيين في ناس يعني ماخذين اكثر من بعضهم، ان الثانيين كمان كذاك الامر، والمسيحية كذاك الامر، والاسلام كذاك الامر، بس المسلم مش كريم مثل ما بكونوا هالله. المسلم ما مش كريم مع الكرم هذاك، بروحوا كلهم بقول له انا فقير، ما بقولكش ليش فقير ومش مالك فقير، بنطير روح بقولوا مع السلامة. طيب عمي، كبانيات اليهود من ايش كانت مبنية؟ شو هي؟ زي الكبانيات، البيوت العادي زي البيوت. طيب واصلهم كهرباء ومي وشوارع؟ اه مش كل الواصل واصل، مش واصل مش واصل. انا بقصد اليهود حجي، يعني مثل بلدنا احنا مش واصل يهود. لا لا، بسأل انا كبانيات اليهود هن بوصلوا ببعض البعض كهرباء؟ هن اذا كان بوصلوا بوصلوا، ما بوصلوش في عند المطورات. طيب عم شو صار؟ اللي ما بيصلوا بيشتركوا اثنين ثلاثة وبيعملوا مطور. نعم، بيعملوا كهرباء. شو كانت لغتهم حج؟ لغة عربية ولا كانوا يحكوا عبري؟ في هيك وهيك، بيحكوا لغات كثير. حجي، في الوضع الطبيعي انتوا ما يعني ما هاجمتوا او ما اسأتوا لليهود في الوضع ولا الطبيعي؟ ولا بنعلم انه اليهود ولا مش من عنا هذول اللي اجوا علينا. نعم، هذول اللي اجوا على فلسطين مش من عنا احنا. نعم، ما اجونا ما من عنا، يعني هذول مثل واحد اجيت انت ساعة بقول لك اهلا وسهلا برحب فيك، يعني مني ومنك ولا لا؟ صحيح. انت منين اجيت؟ تاني اعرفك منين اجيت. هذول اجوا من امريكا، واجوا من بريطانيا، واجوا من فرنسا، واجوا من شو بقول لك، يعني من جميع الجهات. لكن اليهود الاساسيين يا حجي كانت العلاقه بينك وبينهم ممتازه؟ ممتازه، ما في شيء ولا 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 في حديث بيناتنا حتى، يعني لا هيك ولا هيك، ولا بنعلم احنا بهالشيء. يعني هي الهيئه العربيه العليا، الجامعه العربيه العليا، والهيئات كلياتها اللي كانت متفقه مع بعضها البعض وساوي مع بعضها البعض ومتفقين ببعضهم البعض بهذا الشيء. احنا للقرى والفلاحين والسكن هون، لا منهن ولا منا اليهود بيعلموا بهالشيء. ما بحكي لك انا كيف، يعني اعطيني اي مدينه بدك اياها بفلسطين كلها. انا بقول لك الشغله تبع شو هي صار معي. ان شاء الله راح اسالك هذا السؤال يا حاج. انا زلمه اجيت اطلعت لقيت هالشباب كلهم جايين بصفوا انهم مشان وظيفه. طيب حجي راح نسالك عن لو سنه شوي تيجي بريطانيا بصفها الناس هيك وبتطلعوا واحد مش اعور مش ايش ام مش كذا، صحته منيحه، عليه دعاوي اشي لاشي لسرقات لقتل لنهب، لا باخذوه بضربوه وباخذوه دركي، يعني باخذوه بضيفي. انا من زمان جاي هيك رايح على عكا، قلت بدي اروح، رحت. اجاني اول واحد هيك طلعت عليه عنده ثلاث نجمون، قال شو اسمك؟ قلت له فلان. قال هو قال لي يو سبيك انجلش؟ قلت له لا. اتدبر عبريت؟ قلت له لا. قال شو لك انت؟ قلت له انا عربي، ما بحكي الا عربي. قال كويس، فوت جوا، هذا اللي بدي اياه. فوتني على المكتب اني انا بس بحكيش الا عربي. هو تعبان، قال هو كان بالاردن، موظف بالاردن سنين وعنده ثلاث نجم اسا. هو بيقول لي انا حكي عرب صعب كثير، انا بدي اريح من هيك، بس انت بحكي عنه عرب انت يعني. قلنا لي قال انت حرص معي، بعد ما تدربنا ست اشهر بركوا ايش ومكات تعرف، قال لي انت حرص معي، وين بروح انا؟ بتروح
بس أصل المدينة أنا حرص عليك، يعني هو قال حرص علي، بس أطلع أنا ويا المدينة برا تنقلب الآية، أنا المسؤول، أنا الحرص برا، يعني بدي أطعم واسقي ونيمه وإيش ولا جاي، وبقبلش هو إنه شوفير، اللي هو شوفير، يعني هو شوفير تمام. طيب حاج رح نتحدث في هذا الموضوع أكثر شوية بعد. اسمع لي بقول لك كيف هذا النبي. هون هو مفتش بجميع المدن. طيب حاج بدنا نحكي في هذا الموضوع بس بعد شوي. خلينا عشان أبوابنا ظلها ماشية صح. بدي أسألك عن كفر عنان حاجي، عن وسائل النقل وعن الطرق اللي كانت تربط قريتك بالقرى المجاورة بمدينة عكا ومدينة صفد. هل كان في هناك طرق معبدة ولا كانت كلها طرق ترابية يا حاج؟ في هيك وفي هيك. أعطينا الوصف. في زفتة وفي ترابي. نعم. اللي ما بلش يفوت بالطريق بأرضه أو بالأرض هذيك حاطينها تراب، يعني أي وقت بروح وبنبدو. أما الطريق الطرق اللي هي طرق زفتة. بعيد عنكم طريق الزفتة حاج ولا بيجي قريب من القرية؟ لا 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 ما فيش 150 متر. طيب هذا الطريق من وين جاي ولا وين رايح؟ هذا بيصل للمغار على طبرية على الناصرة، وين بدك بروح؟ بروح نفسه على عكا يا حجي؟ وبرجع على عكا. لا اسه بيجي من مفرق. نعم هذا اللي طالع هو طالع رئيسي، هذا من عكا لصفد لنجمة الصبح للخضيرة لكل المدن، هذا الطريق طالع من عكا لحيفا، من حيفا للقدس، من يافا، كل المدن هذا الطريق رئيسي، يعني الطريق الرئيسي عم بمر. أيوة. وكل ما يجي على هوا في مفرق بيفرق على هاي البلد، بيفرق عليها. إذا كان بمر من عن غيرها بظل مارق وبيفرق علينا، وإذا كان إنا لإنا وإن لإنا. طيب هذا المفرق اللي عند قريتك حجي، نعم كان يدخل مزفت للقرية جوا ولا فقط؟ لا مزفت للمغار. للمغار؟ نعم. يعني منكو ل من المغار وغاد من على الشعب، يعني هو جنوب القرية يا حجي. ها؟ الشارع هذا جنوب القرية. إحنا الشارع عنا الشارع المزفلت جنوب قريتك. نعم مفرق من طريق صفد اللي بيطلع على صفد بنزل على عكا بيفرق علينا وبروح على المغار. نعم بميل علينا وبضل بروح على المغار. المغار بتروح وين؟ مع الناصري على الطبرية ما بعرف. كم تقريبا ساعة هذا الشارع يا حجي؟ 9 سيارتين؟ بسع سيارتين مع بعض. بسمع. طيب حجي كان في باصات شغالات على الخط؟ نعم كان في باصات شغالات على الخط. في الخط الرئيسي، ما مش على القرى الصغيره، هو على الخط الرئيسي يا حجي. على الرئيسي، بس في الرأي على الرئيسي بوصلك للمفرق بالبوسطة. نعم ما بميل البوسطة لعندك. طيب هذه البوسطة لمين يا حجي؟ شركات من صبد من عكا، شركات. تذكر اسماء اصحاب الشركات يا حجي؟ والله لا ما بتذكر كل شيء بس نسيته كله. كل بعرف لك اللي كل مدينه شو فيها، يعني مين هذا مين هذا، لانه كل المخالفات والارقام والشيء موجود عندنا، يعني معنا. نعم. طيب دار عثمان كان لهم بساط يا حجي؟ بساط عثمان. نعم هذول من صبد. نعم في اسم بيت عثمان. عائلي. طيب وغير بيت عثمان يا حجي؟ ما هيك بقول لك انا ما بتذكر شيء. المغار كان فيها ناس لهم اصحاب بصار؟ لا في شحنات. لمين الشاحنات يا حجي؟ يا بلاد العايدي. العايدي؟ بيت العايدي فيه، وفي للمسيحية، وفي للدروز. تمام. شحن من الشاحنات هاي المشي. طيب كفر عنان كان فيها شاحنات حجي؟ ولا فيها غير خيل وبس، ولا بسكليت ما فيه ابدا. طيب عربيات خيل كان فيها حجي؟ خيل في عربيات. لا فيش.
طيب خيل بس ولا كان فيها خيل وحمير وبغال وهي وبقر وغنم ومعزة؟ لا انا قصدي للنقل يا حجي. اه نعم. حنطير كان موجود؟ حنطور؟ لا ولا تراكتور. طيب يا حجي بسكليت برضو ما كانش موجود او نعم. موتورسيكل او بسكليت ما كان فيش؟ بقول لك يعني بسكليت فيش. طيب الجمال حجي استخدمتوها للنقل ولا جمل؟ عندنا خيل وبغال حمير. طيب حجي لما كنتوا تطلعوا لعكا كنتوا توقفوا على المفرق؟ اه يطلع ماشيين لعكا؟ اه 35 كيلو؟ اه الحمار او على فرس يطلع. طيب الطرق حجي اللي كانت تربطكم مع القرى الثانيه طرق ترابيه يعني؟ لا بنروح على الطريق اللي هو الرئيسي. نعم. على الزبده وبنطلع فيها وقتا في مفارق قريبه بنفرق عليها هذيك طرق اجر بسموها. نعم. ايه. طيب حجي كان في حواليكم محطه للقطارات؟ شو قطارات؟ محطه قطارات، محطه ترين. لا 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 بعيد ولا في ولا من ولا من صبد. لا طيب انت لا. ركبت ترين يا حجي؟ اه حضرتك ركبت ترين؟ اه من وين لوين؟ داخل من حيفا للقدس، من عكا لحيفا، من حيفا ليافا. نروح يعني في ترينات، في ترين. ممتاز يا حجي. طيب حجي بدنا نسألك عن عائلات القرية. كيف؟ عن شو؟ العائلات، عائلات القرية. مالي. مين هي يا حجي؟ ها؟ العائلات. احنا دارش اير. دقيقة بس واحدة يا حجي. نسجل. شقير. اه. دار منصور. نعم. وهذا موسى دار خشان. خشان؟ هم بقي مقطعين. مين طيب هذول المقطعين مساكين؟ يعني بيت نقول لك عن مثل احنا، مثل احنا يعني ما بيش. اه هذاك هيك هذا في بيوت يعني كثير مقطعين، ما مش عيلة يعني مش حمولة كبيرة وعيلة. نعم. نفر نفرين نفر نفرين. يعني الموجود عنده اولاد وزلمة عنده اولاد. طب مين كان مختار القرية يا حجي؟ من دار منصور اسمه أحمد المصطفى، ووقت ثاني كمان كان صالح إبراهيم الطاها. صالح إبراهيم الطاها. من أي عائلة صالح إبراهيم؟ فتحي صغير، وهذاك منصور. مخاطير اثنين كان. طيب دار شقير مين كان وجههم يا حجي المعروف؟ صالح إبراهيم دار شعابي أبو فتحي. صالح ابراهيم؟ اه اخوه لابو جاد. طيب ودار منصور مين كان كبيرهم يا حجي؟ قول لك المختار احمد المصطفى. ودار خشان حجي؟ محمد حسين اليوسف. طيب مين كان في وجهاء اخرين في القريه يا حجي غير من العائلات الصغيره؟ نعم. العائلات الثانيه في حدا وجهاء منهم كانوا معروفين؟ فيش، بنقول لك بيوت مقطعة يعني زي حكاية مبجر. نعم. شو بنقول لك عجيب؟ بنقول لك تقطيع يعني. أنت البركة يا حجي. ها؟ أنت البركة بقول. الله يحفظك. يعني نقول لك 20 بيت، لا بيتنا بيت واحد. يعني شو بدنا نقول عنه؟ ما بنقدر نقول إنه هذا شيء. نعم. إجا اثنين حضرتك بقول من البلد الفلانية. ما فيش يعني غيره. نقول عنه شو بدنا نقول عنه؟ قول لي. طيب احكي لي يا حجي المختار شو كان دوره في القريه يا حجي؟ نعم. المختار شو كان شغله في القريه؟ شغله؟ نعم. المختار شو كان يعني شو غرضه؟ تحت امر الدوله. تحت امر الدوله. نعم. مختار تحت امر الدوله. نعم. ويعملوا انتخاب حتى لما فيش مختار بيجيبوا غيره. إذا المختار لا بجيبوا غيره. طيب شو كان دوره في المجتمع حجي؟ شو كان يعني عمله؟ هل كان مثلا بس يختم مثلا يسجل مواليد يستقبل ضيوف؟ خدم بيخدم كل إنسان بمصرياته.
يعني إذا بده يعمل ختم لولادي أو لا بده يروح يعمل جواز سفر مثلاً على الحاج هون بده ختم مختار اللي هو منه بصير اتفاق بين بعضهم إذا كان في زعل بكتب أوراق بناتهم في المختار بختم ما بأخذ مصاري يعني الأشياء من الشكل وفي شيء بأخذ مصاري وشو قرش أو قرشين أو طب حاجي كان في مضافات أو دواوين في القرية؟ في مش مضافات يعني كل واحد عنده مضيف نعم كل واحد من العيلة وكل واحد عنده بيته طب ما كانش في مضافة خاصة في القرية يعني مضافة عامة؟ لا ما فيش ما في أرض جامع في بدون عمار بعض طيب النفوس عمي المختار كان يسجلها؟ إذا كان أهله بسجلوا يسجلوا ما هو من حاله لا طيب هو إن قال أنا بدي أسجل هالولد بتروح تسجل بتاخذ أوراق معه هو باخذ مبنى مشمل لا ما بقولوش طيب حجي كان في ناطور عند المختار؟ لا ما في طيب عائلات القرية حجي في منهم من أصول مصرية أو عائلات القرية فيهم من أصول مصرية أو من أصول شامية أو من أصول كيف يعني؟ يعني في عائلات من أصول مصرية مثلا في عائلات من أصول سورية مش عائلات هاي ما عائلات هاي فردية نعم هاي بيجي واحد مثلا يمكن مطرود من بلاد لبلاد وبيجي وبقعد وبيتجوز وبقعد بيفتح بيت نعم شو اسمك يعني؟ بقول له علي النصار شو منعرف عنه عن هيك؟ انه في عنا علي النصار في عنا فلان في عنا فلان مش عائلات ما فيش بنقول لك هذول المقاطيع كل يعني عائلات مش عائلات طيب حجي بعد اذنك ناخذ استراحه ونتابع حديثنا ان شاء الله نعم ناخذ استراحه ونتابع حديثنا ان شاء الله